ثلاث سنوات، فما ما فيش لا حرب في مناوشات. مره يعملون اشياء من بعد ويعرب، هذه ليس حرب. وادعوك لقراءه تقرير تاع الامين العام، تشوفي ان ليس هناك حرب، ليس هناك لا اموات لا دماء لا مناوشات لا اي شيء. فهذاك مع الاسف انت تقرأين بلاغات البوليساريو او بلاغات الجزائر، حاولي تقرأي بلاغات او لا تحاليل تاع الدول، يعني الصحافه الدوليه المحترمه التي تقول وتبلغ بيز اون على اساس زياره التي يقوم بها الصحفيين او الدبلوماسيين او اعضاء تاع الامم المتحده، السكرتاريه تاع الامم المتحده، لكي تتاكدين ان ليس هناك حرب في الصحراء وليس هناك دماء. الحل ليس لحقن الدماء ولكن لإغلاق الملف بيد الجزائر. يوم الجزائر تقرر أن تقف دعمها السياسي والعسكري والمالي وتترك أراضيها تحتضن فيها يعني مرتزقة، تحتضن فيها مجموعات مسلحة، هذاك اليوم سوف يحل المشكل. وطبعا احنا املنا ان هذا الشيء سوف يحصل في جيلنا عما قريب وليس في الاجيال المقبله. على العموم المغرب في ارضه، في صحراءه، الصحراء في مغربها، واحنا نبني. الجزائر تريد ان تدمر، تريد ان تخلق مشاكل، ولكن احنا ما بيهمناش. اللي تهمنا هو عزيمتنا، قوتنا، والاراده ديال الشعب وملك، والإرادة الدولية التي تساند الآن. شوف غير الزيارة ديال ماكرون كيف مرت، تصريح ديال ماكرون، يعني القنصليات التي فتحت، هذا يعني لما تفتح 30 قنصلية هذا يعني أن في حرب. لما يكون فيه مؤتمرات هناك دولية هذا في حرب، لما تكون فيه هنا أكبر ميناء في غرب إفريقيا، ما يمكن يبنى أكبر ميناء في غرب إفريقيا لكن في هناك حرب وفيه دماء.